الله لا يوفقك على الطنبرة اللي طنبرتني اياها. ديما تعي معي ماما شوي. عدم المؤاخذة، والله يا عمو أنا كنت لازم أجي بكرة الصبح، بس الوالدة أصرت علي فوت على البيت مشان أنتظر الوالد، وبعدين يعني بهاليومين لازم نفضي الشقة مشان نكسيها. طيب عمو ما كان لازم تعطينا شوية وقت أكتر؟ إيه والله معك حق يا بنتي، أنا كنت بدي خليكم لآخر الشهر، بس هذا المعلم تبع الصحية إجته فيزا يا أخي، فيزا لمشمل على الدنمارك، عرفت شو؟ قال بدي أخلص السواد والبياض مشان يقبض حقه. خالته معلش اخذ ورده. والله بدك تسال عمو انور، هو يلي جايبهم. عمو معلش اخذ ورده. معلوم حبيبي معلوم. مسك هي احلى ورده. الهي حط هالورد على ابرك يا هشام يا جوز خالتي.